الأغنيات اليمنية لا يعد طرفا في زمن المآسي والحروب، بل نوع من أنواع المواجهة وأسلوب من أساليب الحفاظ على الهوية والتراث اليمني في مواجهة محاولات الطمس والنسيان. ولأجل هذه المهمة أطلق مجموعة من الفنانين والشعراء والملحنين والناشطين والمؤثرين اليمنيين مبادرة للاحتفال بيوم الأغنية اليمنية في الأول من يوليو هذا العام، مبادرة تلقفتها الحكومة بإيجابية، حيث اعتمدت وزارة الإعلام والثقافة بشكل رسمي الأول من شهر يوليو كل عام يوما خاصا بالأغنية اليمنية تنظم فيه الاحتفالات بمختلف محافظات اليمن. فين التقينا وشفتك فين؟ المراقبون يؤكدون على أهمية جعل هذه المناسبة فرصة للإثراء المدروس الذي يعيد الاعتبار للفن اليمني الأصيل من خلال التعريف بمدارس الغناء اليمني كاللون الصنعاني والشرح العدني والدان الحضرمي وكذا اللحجي والتعزي وغيرها من الألوان ومميزات كل مدرسة وإنصاف الفنانين والفنانات العمالقة الذين لم يحظوا بالقدر الكافي من الاهتمام وتسليط الضوء على سفراء الأغنية اليمنية في بلدان المهجر والحديث عن الأغنية الوطنية ودورها في الثورة والجمهورية والوحدة. وفي مقابل هذا الاحتفاء الشعبي بالأغنية اليمنية تسعى ميليشيا الحوثي إلى طمس الفن الصنعاني الذي يعد أبرز ألوان الغناء اليمني، حيث أصدرت تعميما يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في صنعاء ومناطق سيطرتها في ممارسات قمعية وحرب ممنهجة تذكر بممارسات تنظيمات داعش والقاعدة. وكشفت الوثيقة الصادرة عن القيادي الحوثي المعين من قبل الميليشيا بمنصب محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي عن توجيهات إلى مديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بما وصفه الحد من ظاهرة الفنانين والفنانات في المناسبات والأعراس من خلال التوعية القرآنية للمجتمع. إذن بات الفن اليمني الأصيل نوعا من الزندقة والكفر في نظر الحوثيين، بينما الزوامل التي تلقي بالأطفال إلى التهلكة وتحرض اليمني على قتل أخيه بدم بارد فنا مقدسا ازدواجية تؤكد أن ميليشيا الحوثي تحاول التلاعب بالهوية والتراث والثقافة اليمنية وإفساد ذاكرتنا الفنية وذائقة الأجيال بما يتلائم مع مشروعها السلالي والمتطرف، لكن الفن اليمني الراقي الذي يدعو للتعايش والتسامح كما ساهم في إيقاد جذوة الكفاح المسلح ضد الكهنوت الإمامي والاستعمار البريطاني سيواصل مسيرته النضالية ضد تطرف ميليشيا الحوثي الرجعية.